أما فيما يتعلق بالحديث الذي أشرتم إليه، الحديث صحيح، الحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة، والحج المبرور كما قال أهل العلم هو ثواب أم جزاء؟ الجزاء، الجزاء إلى الجنة، الجزاء والثواب. ربما أنا ذكرت بالمعنى جزاؤه ثوابه إلا الجنة. الله أسأل ألا يحرمني وإياكم هذا. فمعنى كلمة حج مبرور الذي لا يخالطه إثم ومعاصي وذنوب وأوزار، بمعنى آخر بسيط جدا، سيؤدي الحج كما أداه النبي صلى الله عليه وسلم مع الالتزام الكامل بالأوامر واجتناب النواهي، وعدم أن يشغل نفسه وألا يشغل نفسه بمهاترات الجدال والمراء هنا وهناك. هذا هو الحج المبرور الذي يقصده النبي. لما النبي يلفت نظرنا إلى هذا؟ لأن الإنسان لا يضمن عمره، هل يضمن أنه العام القادم سيؤدي حج مرة أخرى أم لا؟ فربما عنده من المال ما يجعله يحج كل عام، لكن الصحة لا تسعفه، أو ربما الأجل لا يسعفه، أو ربما فقد المال لا يسعفه. إذن كما نقول دائما، عصفور في اليد خير من عشرة على الشجر. فنصيحة لكل من يذهب لأداء الحج أن يجعل حجه مبرورا بعيدا عن المعاصي والذنوب والآثام القولية أو الفعلية. يمتثل الأمر نفس، حاضر سمعا وطاعة يا رب ويا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهي اجتناب كامل، حتى من يجادلني إن كان من أجل الوصول لحقيقة أو أعلمه أمر من أمور الدين لا بأس ولا حرج، لكن جدال ومراء سفسطائي كما نقول ليس من ورائه طائل إلا أن أنتصر لنفسي وهو ينتصر لنفسه. حبيبنا علمنا أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك الجدال وكان محقا، صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم.